يعني وجعت قلوبنا كلنا. ايه وجعت قلوبنا لما بني ادم تشوفوه حلوه وادب واخلاق ولا لها دعوه باي حد خالص؟ الشارع المصري كله بيستنكر اللي حصل النهارده طبعا، جريمه بشعه جدا. ايوه جريمه بشعه، ما يذبحها كده فرخه ومنيمه والناس واقفه تتفرج ليه؟ هم ضربوه يعني، هم كانوا كلهم ماشي. صحيفه الوطن المصريه واشارت المصدر الى ان الام اكدت لابنها المتهم محمد عادل أنها ستقف بجواره وتدعمه، وسيتم توكيل أحد المحامين الكبار في النقد على القضية، معبرة عن تفاؤلها بعد حدوث تعاطف معه، وأن محمد طالب مجتهد، وهناك مطالبات بدفع دية لأسرة الطالب نيرا مقابل العفو عن المتهم. ونقل عن المصادر قولها أن أسرة المتهم تحدثت معه وقالت أن عليهم دورا كبيرا في الدعم والمساندة النفسية لابنهم، وأنه في حالة عدم قبول النقد فهم رادون بقضايا الله وقدره. أستاذ قانون جنائي قضية مقتل نير أشرف بلا ثغرات وكل شواهد ضد الجاني. قال الدكتور محمد درويش أستاذ القانون الجنائي إن قضية قاتل الطالب نير أشرف طالبة جامعة المنصورة صعب أن نجد به ثغرات، فوقع القاتل تحكمه المادة 230 و232 وهي التي استندت عليها المحكمة التي أدانت المتهم، وكل شواهد ضد المتهم سواء شهود أو كاميرات أو أداة مستخدمة في عملية قتل الطالبة، وكذلك سبق الإصرار أن المتهم بيت النية وهدد وجهز وخطط لعقد جريمة يهتز بها المجتمع المصري طبقا للقانون، وهي جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وعقوبة الإعدام. وتابع أستاذ